أنا جاني ذاك اليوم وراسلني أحد المتهمين قال لي أنا صرت بالتنظيم وصرت مصدر. فتخيلي هذا بالتنظيم اللي هو كان بتنظيم داعش الإرهابي صاير هسه مصدر ويخبر عن الناس. يعني هو خلي أكمل فكرة في مقاطعتك أستاذ. الفكرة وما بيها وإن قال اسم أمك وإن قال اسمك الكامل ممكن أي شخص يكرهك اليوم، هو مسجل مخبر يعني عنده مصدر رقم أجا دون إخبار ضدك، هنا أنت راح يلقون القبض عليك. اللي راح يدونك منه الضابط، الضابط راح يحضر لك كليشة بخمس صفحات يطلعك مفجرة جسر الأئمة أنت، يعني أنت السبب تفجيره أو أنت فجرتي علي الهادي وحسن العسكري عليهم السلام، راح تبصمين أنت وأنت ما شايفة شنو إفاتش طبعا. وإذا ما بصمت حبيب، وإذا ما بصمتي أنت جيس براسك وإيدك اللي ورا شو تسوين؟ يعني هاي في كل المراكز يا ست قمر، يعني ست هذا الموضوع 90% إلا ما رحم ربي. هنا وين؟ إلا ما رحم ربي. المتهمين الله شاهد ماكو متهم جاني بيرهب إذا ما قال يعني بصمت هيك.